رجعت لكم بعد الفاصل بضحك وسعيده، عارفين ليه؟ من كتر العجن اللي عجنته. العجن فعلا بيخلي الواحد سعيد، مع اني كملت عجنها بعد الفاصل تاني، يمكن قعدت اعجن فيها وصلت لدرجه انها اتعجنت 25 دقيقه. على قد ما هتدوها عجن لدرجه ان انتوا تحسوا انها خفت في ايديكم وفيها فقاقيع هواء، وتحس ان الخمر بدات تخف وتخمر في ايدكم، قد ايه هتديكم وتبقى جميله. وما تنسوش بعد ما تحطوها في حاجه وتخمر وتعلى وانتم مغطينها دخلوها الثلاجه. يا سلام لو تعملوها امبارح وتبداوا تقطعوها النهارده الصبح. عجينه البريوش لما بتقعد في الثلاجه وبتتقطع بتبقى عارفين تقيله شويه في تقطيعها، بس نتيجتها بتبقى اكتر من رائعه. بصوا وانتم بتنزلوها بالراحه كده كده اهو، بالراحه بنزل عجينتي وريحتها بقى وهي خمرانه كده والزبده فايحه فيها جميله. هشيل بس هنا، لو لقيتوها يعني طريه بزياده في ايديكم في الوقت دوت ممكن نروح حاطين رشه دقيق، بس انا شايفه انها حلوه في ايدي مش محتاجه رشه الدقيق. بصوا بقى وانتوا بتفردوها حاولوا تعملوا كده بصوابعكم عشان تفردوا اكبر مساحه وما تتكوش قوي عليها، وبعدين هي بتحب هي نفسها القطعه تبقى سميكه تخينه. انا هعملها ملفوفه كده. بصوا انا بحب اعمل الاشكال السهله اللي اي ام صغيره تقدر تسعد بيها اولادها. لو مش هتحطوا ورق زبده ادهنوا زيت، هو ما بيلزقش، بس علشان واحنا بندهن بيض لما بينزل بيروح زي بيمسك شويه، فعشان تعرفوا بس تطلعوه من الصاج. بصوا هوريكم اشكال مختلفه، بس انتوا حاولوا في الصاج الواحد تحطوا اشكال احجامها قريب من بعض. يعني انا هنا ممكن اعمل حجم كبير وصغير عشان انا عايزه اوريكم، لكن انتوا لما تيجوا تعملوا ثبتوا ايديكم، لو عايزينه كبير يبقى الصاج كله كبير، عايزينه صغير يبقى الصاج كله صغير. بصوا ما بضغطش عليها وبخلي دي تخينه، ليه؟ عشان لما تخمر تديني حجم، يبقى عندي كميه عجينه. ممكن الف دي كده والف دي كده. في اشكال كتيره جدا، اللي بيحبوا الابتكار عارفين دلوقتي بقينا ندخل على النت ونشوف اشكال وحاجات نعملها جميله وبتسهل علينا، بس اللي بيكون عايز يعمل حاجه سهله، انا هنا مش هعمل غير الاشكال السهله، عشان انا لو ام في بيتي ومش فاضيه وعايزه اعمل بسرعه لاولادي ما تاخدش معايا وقت خالص. دي نص كيلو شوفوا هتتقطع في وقت ما فيش يعني. هجيب حته ثانيه زيهم كده قد نص واحده. بصوا لما احب اعمل ضفيره اعمل كده، هجيب دي كده ودي كده واروح قافله دولت من تحتها عشان ما تفتحش. هجيب دي كده اهو. بصوا بعد ما تعملوا الضفيره لموها على بعض عشان يبقى الشكل جميل غني كده وجميل. وبصوا شايفين انا حطاهم بعيد عن بعض ازاي بيخمروا وبيكبروا. اوعوا تتغروا وتقولوا لا ده في مسافات. باخد الحته بحاول ما عجنش فيها كتير، هي اصلا عجنته ما شاء الله لينه جدا. بصوا احلى حاجه في المناسبات لما نقف كده مع اولادنا ونعمل حاجه، دي بنعملها بسيطه جدا، عقده. انا على فكره بحب الشكل ده قوي، شكل العقدة ده. ممكن اعمل واحدة تانية عاملة ازاي كده. انا بعمل معاكم كل الحاجات السهلة والبسيطة علشان محدش يبقى له حجة، عشان انا بحب افرح كل اللي حواليا، فعايزاكم زي تفرحوا كل اللي حواليكم. تعملوا يعني تخيلوا بقى لما الصبح كده جرانكم يلاقوكم داخلين عليهم بطبق فيه حاجات تفرحهم، في ترمس متزوق كده ومتزين بترمس مع طبق تاني فيه كم واحدة بريوش، او لو انتوا رايحين عند تقابلوا حد خارجين رايحين نادي تاخدوا معاكم ليكم ولاصحابكم. يعني بصوا ما تصعبوش على نفسكم واعملوا حاجات سهلة، بس اعملوا. يعني انا مش عاملة غير الاشكال التقليدية جدا، في اشكال تانية بقى يعني الواحد يقف في الواحدة يعمل فيها قد كده، وممكن نعمل ضفيرة كبيرة. في ناس مش بيحطوا سكر عليه خالص وبيرشقوا في البيض، بس انا ما بحبش لا الون البيض
ولا ارشق البيض جوه حاجه كده. يعني بحب البيض اخد قشره لوحده زي ما انا عملت كده، انا هنا ده كل ده قشر البيض مجهزاه عشان الولاد يبقوا ايه يوم شم النسيم يقعدوا بقى يلعبوا يلونوه يلزقوا عليه ورد توك اي حاجه. هعمل لكم برضو اهي المبرومه دي، على فكره شكلها بيطلع حلو قوي وسهله جدا. واحنا بنحطها نفرد واحده يمين وواحده شمال بالمنظر ده عشان تطلع شكلها حلو. خد واحده كمان اعمل لكم ضفيره كمان. القطعه اللي تاخدوها هي تشتغلوا بيها ما ترجعوش منها حاجه. بصوا ده نص كيلو دقيق، يعني عمل لنا كام واحده يعني مجموعه حلوه. دول بقى لسه ما يدخلوا الفرن هيكتروا كده، انتوا هتتفاجئوا بيهم. بصوا دي اول ما عملناها ما كانتش بالحجم ده، كانت اصغر من كده. عارفين البهجه الحقيقيه لحظه ما تشموا ريحتها في الفرن وتفتحوا هتعملوا كده، ها لما هتبصوا تلاقوا دي بقت دي، يعني منظر فعلا، يعني منظر يعني سعاده منتهى السعاده. انا بالنسبه لي دي قمه السعاده. اهو ضفر اهوت لحظة فتحة الفرن على أي عجينة عملناها وشفنا قد إيه جميلة. خلوا بالكوا الخمر جزء من التسوية فلازم نخليها تخمر كويس. بصوا لموا الضفيرة على بعض كده وانتوا بتحطوها. احنا ممكن هنا نحط دي كده ودي كده علشان أنا عايزة يعني يبقوا براحتهم، ونخلي دي كده. بصوا بقى انتوا لو عايزين مثلا الضفيرة تبقى جاية عاملة كده اهو، ممكن تروحوا عاملينها كده، يعني ممكن تدوها شكل تدوها نص دايره كده. انا ما بحبش اعمل اللي هي الاحجام الكبيره او الضفيره ده حجم صينيه، لان دي كده وحدات صغيره بتبقى يعني حاجه لطيفه. بصوا بقى هي هنسيبها لما تخمر، لما تخمر وتعلى بتبقى حساسه، فخلوا بالكم وانتوا بتدهنوها. بجيب صفار بيض وبحط عليه يعني حبة لبن أو كريمة، الموجود عندي المتوفر عندي بحطه وبربه كويس كده. وبجيب هنا اهو حبة نسكافيه، أي قهوة سريعة الذوبان. بصوا بعملها بس كده بإيديا بتدوب بتدوب على طول، وبروح عاملها كده بتطير أي زفارة في البيض غير اللون الحلو اللي بتديه. بصوا بقى نتيجة لأن هو حاجة هشة وخفيفة جدا، لو أنت مبتدئة ومش هتقدري تتحكمي في إيدك بالفرشة حسي أنت بإيديكي بحتة كلينكس صغيرة كمان مش كبيرة، ما تاخديش واحدة كبيرة كده بالمنظر ده، قطعة كده صغيرة عشان تبقى خفيفة. ونطبقها كده. أنا هبدأ أعمل اللي هو عملته الأول، طبعا المفروض ما اعملهوش دلوقتي. ليه؟ هو هيكبر كده، لما انا اعمله دلوقتي وهيكبر كده هيشقق، فهنلاقي حتت محمره وحتت مشققه مش محمره. عشان كده بقول لكم لازم نستنى لما يعلى وبعدين ندهنه. لما بيعلى بيبقى حساس، كل ده هوا دخلنا جواه، يعني الخميره تكسرت جواه وعملت هوا ونفخته، وده جزء من التسويه، ده اللي بيخليه يستوي بسرعه في الفرن. لو دوستوا عليها الحته اللي هتدوسوا عليها هتهبط مش هتعلى تاني، خلوا بالكم. عشان كده بقول لك لو انت مبتدئه ما عندكيش خبره الفرشه اعملي كده، هوريكي حاجتين تعمليهم بالراحه كده. بصي كانك بتحسسي عليه، طبطبي على ابنك الصغير طفلك اللي نايم ومش عايزه حد يزعجه، وبتعملي له كده بالراحه خالص. طبعا المنديل احنا حاسين بيه غير الفرشه خالص. بصي بالراحة كده خالص. حاجة تانية مش هتعرفي تتحكمي في المنديل مفيش مشكلة، هوريكي برضو حاجة تانية اسلوب تاني هتعملي بإيديكي وانتي ماسكة الحاجة كده. هنا بقى انتي حاسة ليه كأنك دي بشرة طفلك وانتي بتدهنيله عليها كريم، ما بترضيش تضغطي عشان ما يتوجعش. بصوا بقى يعني مش لازم ابدا يكون بيتك فيه فرشه او انت تمسكي دب بالفرشه وتهبطي الدنيا، ممكن كده بايديكي
وممكن بالكلينكس الوسيله اللي تريحك اعملي بيها. لو احنا هنستخدمه كده مش عايزينه مسكر، عايزين ناكله مع حته جبنه مع حاجه، ممكن نروح رشين عليه حبه البركه لو احنا، او سمسم لو احنا عايزينه مسكر. هنروح عاملين ايه، جايبين السكر وحاطين عليه. انا بقى ما بعملوش الا كده، يعني بخلي البيض بيض لوحده بناكله، وبخلي ده كده حاجه مسكره ناكلها مع كوبايه شاي حلوه، كوبايه شاي بلبن. وبصوا بقى يعني قد ايه المنظر جميل. المفاجاه بقى، انا ساعه ما فتحت الفرن عملت كده. بصوا انتوا بقى ساعه ما هتشوفوه نفس القصه، بصوا المنظر. صدقوني دولت كانوا، يعني دي كانت حجمها زي دي كده تقريبا، يعني في نفس القطر ده. بص كبرت ازاي، بصوا ديت يعني كله كان صغير وكبر، والضفيره وبعدين طري. عايزه بقى كمان اوريكم حاجه، يعني ممكن اجيب واحده كده واقسمها. بصوا قلبها من جوه عامل ازاي، قلبها مش عامل كتله زي ما تكون حاجه كتله كده، لا الهواء متخلله كله بطريقه متساويه. ده ليه؟ خبر كويس، ادعك كتير جدا كويس. فخلوا بالكم ان الحاجه لما بتتخدم كويس بتديني قلبها من جوه شكله حلو. يعني من ساعات نقطع نبص نلاقي كأن حاجه عجينه لفه كده، لا من جوه كله مستوي وبشكل واحد. يا ريت تعملوا البريوش الجميل اللي انا عملته لكم دوت، وتعجنوه كتير وحطوه بعد ما يخمر في التلاجة، ياخد راحته كام ساعة ان شاء الله، يبات في التلاجة والصبح تعملوه. وما تبخلوش عليه بالعجن، مش هيبخل عليكم ابدا. وبالراحة وطبطبوا عليه وانتوا بتدهنوه، فرحوا ولادكم وفرحوا جرانكم، لو هتقابلوا اصدقائكم وعيلتكم فرحوها بحاجة حلوة انتوا عاملينها. ولسه افكار شم النسيم ما خلصتش، يا ريت لو عندكم اي افكار عايزين توصلوها لي توصلوها لي، انا وصلت لكم افكاري ونتبادل افكارنا علشان كلنا نستفيد. ولسه حلقات شم النسيم ما خلصتش، استنوني في يوم جديد هيكون اكيد في فكره جديده. لو عجبتكم افكار النهارده زوروا موقعنا واستنوني في يوم جديد من ايام روايح من بلدنا.